قد مطال دقائق بل ثواني بأحداث النهاية تهن دنيا الأمان ففي دار البقاء نعيمها وشقائي ووجداني يفيض بخوفي ورجائي إلهي أنت حسبي يا رب العالمين فثبتني إلهي على نور اليقين وفي الجنات نلقى إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها للمسلمين في كل مكان، لا من باب الطرف الفكري ولا من باب الهروب من الواقع، بل لنصحح بها الواقع، بل لنجدد بها الأوبة والتوبة، بل لنعلم بها حقيقة دنيانا وأخرانا، ولنكون على يقين مطلق أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع هذه النفخة الأولى، مع نفخة الفزع. يأمر الله جل وعلا إسرافيل، وإسرافيل ملك جليل من ملائكة الله جل وعلا، أن ينفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه كالبوق. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح بشواهده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني إسرافيل، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وما نقول يا رسول الله؟ فقال لهم: بأبي هو وأمي وروحي، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يأمر الملك الجليل إسرافيل بالنفخ في الصور، هذه النفخة التي تزلزل الكون كله، التي تفصم كل العرى، إنها نفخة الفزع. قال جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله
وكل أتوه داخرين. هذه النفخة تغير معالم الكون بلا استثناء، إنها نفخة الفزع، نفخة الرعب. أرجو أن تتصوروا معي أيها الأفاضل هذا الرعب الذي يصيب شرار الخلق الذين عليهم تقوم الساعة، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. تصور معي الأرض وهي تتزلزل، ترتج الأرض كما ترجرج الريح المصباح أو القنديل المعلق في السقف، تهتز الأرض كلها تتزلزل. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها، يعني يوم ترون هذه الزلزلة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. عاوز حضرتك تتصور أما تنسى رضيعها، تلقي رضيعها على الأرض من هول ما تسمع ومن الفزع الذي تملكها لما ترى. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. الله أكبر. تسقط المرأة جنينها في بطنها لهذا الفزع الذي تملكها، لهذا الرعب الذي سيطر عليها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور، وإذا الجنين بأمه وإذا الوليد بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب ظهور، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وبعد أربعين يوما، الله أعلم، 40 شهرا، الله أعلم، 40 سنة، الله أعلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. يعني أبيت أن أسأل رسول الله عن ذلك، أبيت أن أسأل رسول الله عن ذلك. بعد 40 لا يعلم حقيقتها إلا رب العالمين، يأمر الملك جل جلاله إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق. ومن العلماء من لم يفرق بين نفخة الفزع والصعق وجعلهما نفخة واحدة، وقال بأن إسرافيل إن نفخ في الصور نفخة الفزع صعق من في الأرض ومن في السماء إلا من شاء الله،
لهول هذه النفخة، لكن الراجح من أقوال المحققين أن إسرافيل ينفخ نفخة الفزع وبعد 40 لا يعلم حقيقتها إلا رب العالمين، يأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق أي الموت. اقرأ معي قول الله سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى وهذه الثالثة فإذا هم قيام ينظرون. قف مع نفخة الصعق، قف مع نفخة الموت. ونفخ في الصور فصعق أي فمات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من المستثنى؟ من هذا الذي استثناه ربنا جل وعلا من الموت؟ والله تعالى يقول: كل من عليها فان، والمراد بعليها في الآية على الأرض، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم جاء قول الله تبارك وتعالى حاسما واضحا، قال جل جلاله: كل شيء هالك إلا وجهه جل جلال الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه. ونفخ في الصور فصعق أي فمات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال بعض أهل العلم هم الملائكة، ومنهم من قال بل هم على وجه التحديد جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، ومنهم من قال بل هم الحور العين، ومنهم من قال بل هم الشهداء لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ومنهم من قال بل هم الأنبياء، ومنهم من قال بل هو موسى نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. واستدل فريق أهل العلم الذي قال بذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفيق أو من يفيق. إذا نفخ إسرافيل في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يقول المصطفى: أنا فأكون أول من يفيق. فإذا بموسى وهو متعلق بالعرش. الله أكبر، يا الله على المكانة والكرامة للكليم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقول المصطفى: فإذا أنا بموسى وهو متعلق بالعرش، يقول المصطفى: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. أي في قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وأنا أقول: إذا كان المصطفى لا يستطيع أن يقطع ولا يدري أكان موسى ممن صعق فأفاق أم كان ممن استثنى الله، فلا ينبغي بعد ذلك لأحد من أهل العلم أن يقطع بشيء من هذا. وقد تبين لنا كما في الصحيحين أن رسول الله لم يقطع حتى لنبي الله موسى: أصعق فأفاق أم كان ممن استثنى الله عز وجل. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ورد في حديث الصور الطويل الذي رواه أبو يعلى الموصلي والبيهقي والطبري والطبراني وغيرهم، وكلهم من طريق إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا مات كل من في السماوات وكل من في الأرض إلا من شاء الله، جاء ملك الموت إلى الملك فقال ملك الموت: يا رب، مات كل من في السماء والأرض إلا من شئت. فيقول الله جل وعلا: من بقي وهو أعلم سبحانه. فيقول ملك الموت: جبريل وإسرافيل وميكائيل
وحملة العرش وبقيت أنا، يعني ملك الموت. فيقول ملك الملوك جل جلاله: ليمت جبريل، فيموت جبريل، الله أكبر. ليمت ميكائيل، فيموت ميكائيل. ليمت إسرافيل، فيموت إسرافيل. ليمت حملة العرش، حملة العرش. فمن يحمل العرش؟ الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله، فلا العرش يحمله، فلا العرش يحمله، ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته، بل العرش وحملته، والكرسي وعظمته. الكل محمول بلطف قدرته، مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ليمت حملة العرش، فيموت حملة العرش، ويبقى ملك الموت مع ملك الملوك. فيقول ملك الملوك: يا ملك الموت، وأنت خلق من خلقي، وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، ويبقى ملك الملوك جل جلاله، يبقى ملك الملوك جل جلاله وحده، كان آخرا كما كان أولا، وكان ظاهرا فليس فوقه شيء، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي وسط هذا السكون المذهل الرهيب، ينطلق صوت جليل مهيب، يسأل صاحب الصوت ويجيب: فما من سائل غيره يومئذ ولا مجيب. مات أهل السماء ومات أهل الأرض. وفي وسط هذا السكون المذهل الرهيب، ينطلق صوت جليل مهيب، يسأل صاحب الصوت ويجيب: فما من سائل غيره يومئذ ولا مجيب. فيقول جل جلاله: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا يجيب الواحد الأحد أحد. فيرد الواحد الأحد ويقول: لله الواحد القهار، الملك اليوم لله الواحد القهار. وفي رواية الصحيحين: يقبض الله جل وعلا الأرض ويطوي السماء بيمينه يوم القيامة، ويقول سبحانه: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي لفظ مسلم: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ كان آخرا كما كان أولا، جل جلال الله. إنها الحقيقة الكبرى التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر، أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت. كل شيء هالك إلا وجهه. يموت الصالحون ويموت الطالحون، ويموت الأنبياء والمرسلون، ويموت الطائعون والعصاة والمذنبون. كل شيء هالك إلا وجهه. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها،
لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا الله، وبعد 40 لا يعلم حقيقتها إلا رب العالمين، يرسل الله تبارك وتعالى وينزل على الأرض مطرا كالطل، كما في صحيح مسلم، كالطل أي يشبه مني الرجال، وفي لفظ ينزل الله ماء فينزل الماء على الأجسام والأجساد، فتنبت الأجسام تحت الأرض أو في القبور بعد الصعق كما ينبت البقل. فإذا أراد الله جل وعلا أن يحيي خلقه أحيا إسرافيل، وأمره أن يلتقم الصور وأن ينفخ فيه النفخة الثالثة، ألا وهي نفخة البعث للقيام من القبور ومن باطن الأرض، فيؤتى بالأرواح، تتوهج أرواح المؤمنين نورا وأرواح الكافرين ظلمة، فيقول الملك جل جلاله: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، الله أكبر، وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتعاد الأرواح إلى الأجسام لتتزلزل الأرض ولتنتفض الأرض ولتنشق الأرض، وليخرج هذا الحمل الثقيل من بطنها، ليخرج كل إنسان خلقه الله عز وجل من لدن آدم إلى هذه الساعة. تنبت الأجسام من عظمة دقيقة جدا، هذه العظمة تسمى بعشب الذنب. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يكتشفه العلماء إلا في سنوات قليلة جدا ماضية، ليتأكد لكل مسلم أن المصطفى لا ينطق عن الهوى: كل ابن آدم يبلى. الحديث رواه مسلم، قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. إيه عجب الذنب ده؟ عجب الذنب عظمة لا تزيد عن حبة العدس، حبة العدس عظمة دقيقة جدا، بتوجد في آخر السلسلة الفقرية لكل إنسان خلقه الله عز وجل على وجه الأرض. يأتي الله بهذه العظمة، يا الله، والله سبحانه أعلم بعظمة كل إنسان خلقه من لدن آدم إلى هذه الساعة، يأتي بهذه العظمة ويركب الله جل وعلا جسد صاحبها حولها. يأتي الله بهذا الجسد، ما تناثر منه في التراب، ما أكلته البحار أو الأسماك أو السباع، لا إله إلا الله، وتكتمل الأجسام تحت الأرض في القبور، ويأمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور، فتخرج أرواح المؤمنين تتوهج نورا، وأرواح الكافرين لها ظلمة، ويعود كل روح إلى جسده، ويأمر الله جل جلاله الأرض بعد النفخة الثالثة، ألا وهي نفخة البعث، يأمر الله جل وعلا الأرض أن تتزلزل وأن تنشق وأن تتخلص من هذا الحمل الثقيل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا الله، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. من هذا الداعي؟ ملك من ملائكة الله جل وعلا ينادي في الخلق ليتبعوه للوقوف بين يدي الله سبحانه للحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لا يتخلف أحد ولا يتأخر أحد. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اقرأ قول ربي واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج. اقرأ قول الله. وأنذرهم، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وعش بقلبك وعقلك وكيانك هذه اللحظات التي تخلع القلوب ورب الكعبة، بل تقفز بالفعل القلوب من الصدور، تبلغ القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر من هذا الهول ومن هذا الفزع. تتزلزل الأرض، انظر معي، والأرض تنشق هنا وهناك وهنالك لتتخلص من هذا الحمل الثقيل. يا الله، كل الخلق، كل البشر يخرجون من تحت الأرض، من تحت الأنقاض، حفاة لا يلبسون في أقدامهم نعالا، عراة لا يلبسون على أبدانهم ثيابا، غرلا غرلا. ما معنى هذه الكلمة؟ جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل أن يختتن، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. يا الله، تابع معايا المشاهد دي التي تخلع القلب. من الناس من يبعث يخرج من قبره والنور يشرق من وجهه وبين يديه وعن يمينه. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات، بشراكم يا أهل الإيمان، بشراكم يا أهل التوحيد، بشراكم يا من تنتسبون إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال جل جلاله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر رواه أحمد وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردوي بسند صحيح، قال: منهم من يكون نوره كالجبل. الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار. منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل النفاق أهل التوحيد والإيمان: ألم نكن معكم؟ مش كنا معاكم في الدنيا؟
مش كنا بنصلي معاكم الجماعات؟ مش كنا بنصوم معاكم الرمضانات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم أي بأهل الدين والإيمان، وارتبتم أي تشككتم فيما ذكرتم به من كلام الله وكلام رسوله، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ومنهم من يبعث وهناك دم ينبعث منه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الشهداء الذين قتلوا في سبيل رب الأرض والسماء. قال الحبيب كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يجرح في سبيله، لا من أجل دنيا ولا من أجل زعامة ولا من أجل شهامة ولا من أجل وطنية أو جرأة، بل من أجل الله. والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة ينبعث منه لون الدم، اللون يشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومنهم من يبعث أول ما يخرج من القبر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من هذا؟ يبعث بملابس الإحرام، مات وهو يعتمر، مات وهو يحج، مات بلباس الإحرام. قال عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. من بعث، من مات على طاعة بعث على نفس الطاعة، ومن مات على معصية بعث على نفس المعصية إن لم يتب إلى الله جل وعلا. يبعث من مات بلباس الإحرام ملبيا: لبيك اللهم لبيك. ومنهم من يبعث وبطنه منتفخة، إذا أراد أن يقف ويمشي لا يستطيع، يقع في الأرض، وإذا جلس على الأرض يتلبط يمينا وشمالا لا يقدر. من هؤلاء؟ أكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي لا يقومون يوم القيامة من قبورهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ومنهم من يبعث وحوله مجموعة من الأطفال الصغار، يا الله، يجرونه ويدفعونه دفعة، إلى أين؟ ليوقفونه بين يدي الله تبارك وتعالى، يدفعونه دفعا ويجرونه جرا ليوقفونه بين يدي ملك الملوك. يا إلهي، من هؤلاء ومن هذا؟ هؤلاء هم اليتامى، وهذا آكل أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أنت متصور معايا المشاهد دي التي تخلع القلب؟ ومنهم من يبعث وهو يحمل ما سرقه في الدنيا. قال جل جلاله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. مشاهد تخلع القلب، مشاهد رهيبة مؤلمة. يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة لا يلبسون نعالا كما ذكرت، عراة لا يلبسون ثيابا كما ذكرت، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل ختانه،
سيدة عائشة رضوان الله عليها الزهرة التي تفتحت في بستان الحياء بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الرجال والنساء الرجال والنساء عراه الرجال عراه والنساء عراه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. والله العظيم لو تدبرت هذا الحديث لتخيلت وتصورت حجم الهول والفزع. رجل عار بين يديه امرأة عارية لا ينظر إليها ولا تنظر إليه الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. فإذا جاءت الصاخة أي التي تصخ الآذان بهولها وفزعها ورعبها فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي وزوجته وصاحبته وبنيه. ليه ليه يفر الرجل من أولاده من زوجته من أبيه من أمه من أخيه؟ ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا الله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل مشغول بحاله لا يلتفت والد إلى ولده ولا تلتفت أم إلى رضيعها. الأم التي يضرب بها المثل في الرحمة نعم بل تلقي رضيعها في الأرض بل تسقط حملها تسقط جنينها من هول ما ترى ومن فزع ما ترى. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بكل أسف وبكل أسف لقد أنكر من أنكر قضية البعث وظنوا أن الحياة تنتهي بالموت وظنوا أن الحياة تنتهي بالموت. ليه؟ ظنوا أنه ما فيش بعث ما فيش عرض على الله ما فيش حساب بين يدي الله تبارك وتعالى. لا انتبه انتبه والله الذي لا إله غيره ستبعث بعد الموت بل لقد أمر الله نبيه المصطفى أن يقسم على ذلك. قل الله يقول لحبيبنا قل بلى وربي. الله الرسول هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ومع ذلك يأمره الله أن يقسم أن يقسم. قل قل يا محمد قل بلى وربي لتبعثن. لأن الكفار زعموا أنهم لن يبعثوا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أبدا لا بعد الموت بعث بعد الموت بعث. وقد ضرب الله جل وعلا لنا الأمثلة في قرآنه على قضية البعث بعد الموت حتى لا يظنن أحد أن الحياة ستنتهي بالموت وستطوى صفحة حياته عند هذا الحد وفقط. لا زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. قل قل يا محمد قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. جاء قديما للمصطفى العاصي العاص بن وائل بعظام بالية يفتها بين يديه ويقذف بها في الهواء ويهزأ برسول الله ويسخر منه ويقول يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة يعني بعدما صارت ترابة؟ فقال له مصطفى نعم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل قل يا محمد بأبي وأمي وروحي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر؟ بلى ورب الكعبة إنه لقادر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال ربنا
في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن الصادق رسول الله قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم. يا الله، كذبت ربك يا ابن آدم، كذبني ابن آدم وهو لا يدري. يقول ربنا في الحديث القدسي كذبني ابن آدم وهو لا يدري، وشتمني ابن آدم وهو لا يدري. كذبت ربك يا ابن آدم وشتمت ربك يا ابن آدم، والحديث في البخاري وغيره. فقال جل وعلا أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يا الله، الذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود، بل قادر على أن يعيد من العدم وعلى أن يخلق من العدم، قادر على كل شيء. كذبني ابن آدم وهو لا يدري، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وشتمني ابن آدم وهو لا يدري، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بل وذكر الله جل وعلا لنا في قرآنه أمثلة رائعة على قضية البعث بعد الموت. اقرأ معي قول الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، وهو النمرود بن كنعان، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إيه الموضوع ده؟ العزير رجل من بني إسرائيل ضرب الله عز وجل به المثل لقضية البعث بعد الموت، يركب حمارة فأماته الله عز وجل 100 عام ثم بعثه، وسأله ربنا جل وعلا عن طريق الملك كم لبثت، فنظر وجد الشمس تميل إلى الغروب فظن أنها شمس اليوم الذي نام فيه فقال لبثت يوما أو بعض يوم، يوم أو يوم إلا شوية، قال بل لبثت 100 عام. طب إزاي أعرف؟ لابد من وجه مقارنة ثابت ووجه مقارنة متغير. إيه وجه المقارنة الثابت؟ الطعام والشراب، لم يتسنه يعني لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. عاوز حضرتك تجيب لي ديب فريزر على وجه الارض الان تحتفظ فيه بالطعام لمدة 100 سنة لا يتغير لون الطعام ولا طعمه ولا ريحه. سبحان من هو على كل شيء قدير. ده وجه المقارنة الثابت، انظر الى طعامك وشرابك لن يتسنه لن يتغير. طب وجه المقارنة المتغير، الحمار صار عظاما بالية، صار ترابا. الله أكبر، أمر الله عز وجل بإحياء الحمار، بدأت العظام تتجمع من هنا ومن هناك
الرجل مع الرجل والإيد مع الإيد والعظام الوجه لعظام الوجه وعظام الظهر للظهر، لا إله إلا الله. ثم كسيت العظام باللحم، ثم نفخت فيه الروح فنهق الحمار بإذن الله جل وعلا، أحياه الله أمام عينيه وبين يديه. فقال العزير: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وبعدها: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم ما شكش، حاشا لله، لم يشك. حضرتك بتقول لي ابنك السنة دي جاب 100% في الثانوية العامة، شايف شيخ الشهادة ما شاء الله، أقوم أنا أقول ما شاء الله، كيف حصلت على هذا المجموع؟ أنا لا أشك في أنه حصل عليه. فإبراهيم يقول: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير. ما يعني نشبع نعرف هدهد ولا يمام ولا حمام، 4 من الطير، فصرهن إليك، اذبح وقطع واخلط العظم مع الريش، بس علم، علم كل طير، ثم ادعهن يأتينك سعيا. الأول ادعهن يأتينك سعيا، وبعدين سبحان الله يفعل إبراهيم. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إلي، علمهن تماما وتعرف عليهن معرفة واضحة، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، قطع بقى واخلط العظم مع الريش، ثم ادعهن يأتينك سعيا. ولم يقل يأتينك طيرانا، بل يأتينك سعيا، ليرى إبراهيم بعينه كل طائر. سبحان الله، بل لقد ذكر الحافظ ابن كثير وغيره أن إبراهيم أخذ برأسه بيده رؤوس الطير، فإذا ما اجتمع الجسد وكسي العظم باللحم وكسي بالريش وتقدم للخليل إبراهيم، فقدم له رأسا غير رأسه لا تلتئم، فإذا قدمت رأسه التأمت، ثم جاء هذا الطائر سعيا لإبراهيم، أو سعى أمام عينيه وبين يديه، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فاكرين قصة أصحاب الكهف؟ رب العزة تبارك وتعالى: قل فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، الله 309 سنة في الكهف، ثم بعثناهم، أحياهم الله جل وعلا، وبعثهم الله تبارك وتعالى بعد 309 سنة من الموت. لا إله إلا الله. ويبين لنا نبينا، وأختم الحلقة بهذا الحديث الجميل، يبين لنا كذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قضية البعث، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. خلي بالك من الرواية الجميلة دي، يقول الحبيب: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، يعني بالذنوب والمعاصي، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده وقال لبنيه: إذا مت فحرقوني، يوصي أولاده إذا مات أن يحرقوه، إذا مت فحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني. يا الله، وصية، أغرب وصية في التاريخ الإنساني كله، بقول لهم إذا مت احرقوني، وجمعوا التراب واطحنوه، طحنوه تماما، احتفظوا به، وفي يوم شديد الريح ارموا التراب ده في كل حتة، نص في البر ونص في البحر. ليه؟ قال: فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. لا إله إلا الله. قال الحبيب: فقال الله عز وجل، فأمر الله عز وجل البحر فجمع ما فيه، وبدأ النبي بالبحر، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله له كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا، فقال الله له: ما حملك على هذا؟ فقال العبد: خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله عز وجل له بذلك. الله، المخافة والخشية من الله تبارك وتعالى، انظر إلى فضل الخوف وإلى فضل الخشية.
طيب وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث بشر ابن جحاش القرشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع أصبعه يوما على جزء من لعابه على يده، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: يا ابن آدم يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة وأن أوان الصدقة. قال جل جلاله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يعملون. يا الله، وماذا بعد البعث؟ وماذا بعد الخروج من القبور؟ ها هو الداعي ملك من ملائكة الله جل وعلا أرسله الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ ليقود البشرية كلها إلى أرض المحشر. إلى أرض المحشر، نعم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. اسمع لقول ربي جل جلاله: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لا يتخلف أحد ولا يتأخر أحد، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أيها الأفاضل، ما الحشر؟ وما هي الأرض التي سيحشر عليها الخلق؟ وما هي صفاتها؟ وما هي أصناف الناس وأحوال الناس حين يحشرون إلى رب العالمين تبارك وتعالى؟ وما هي أهوال هذا الموقف من مواقف القيامة؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل جلاله باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر. أسأل الله أن يؤمننا جميعا يوم الفزع الأكبر. أسأل الله أن يؤمننا جميعا يوم الفزع الأكبر، وأن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان، وأن يجعلني وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.